السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتحدث عن السمسرة، السمسرة بين النزاهة والابتزاز. السمسرة هي الوساطة التجارية، التوسط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع. وهذه السمسرة تنشط في مواسم معينة، إذا كانت هناك صفقات تجارية أو عملية كراء أو غيرها. ونحن الآن في فصل الصيف، وفي هذا الفصل تكثر عمليات البيع والشراء للعقار والكراء وغيرها من البضائع والسلع. فيكون التوسط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع. وغالبا ما يقع المشكل في مقدار العمولة. هناك من يطلب عمولة معقولة ويتحرى النزاهة والحلال، ولكن البعض الآخر ربما قد يكون فيه طمع وجشع وابتزاز. أولا، هذه السمسرة هي الناس يحتاجون إليها كثيرا، فهناك أناس لا يعرفون طرق المساومة في البيع والشراء. عنده عقار أراد بيعه أو أراد كراءه أو رهنه، أو عنده بضاعة لكن لا يعرف طرق المساومة، فهنا يكلف سمسار بالعملية. آخرون ربما ما عندهم قدرة على تمحيص ما يشترونه ومعرفة عيوبه ومحاسنه، فالسمسار بحكم الخبرة عارف العيب وعارف المحاسن، وهناك يكون وجوده مهم. هناك شخصيات ربما لها مراكز اجتماعية مهمة لا تسمح لها بالنزول إلى الأسواق والاتصال بالبائعين والمشترين. شخصية مهمة له مركز في الدولة أو مركز في البنية الاجتماعية، ما يمكن أنه ينزل ويتفاوض لأن عنده مقام خاص، فهذا يحتاج إلى سمسار، إلى وسيط، وسيط في البيع والشراء يتدخل. وهناك آخرون ما عندهم وقت، عندهم ازدحام في الأنشطة ديالهم والأعمال الكثيرة، ما عنده وقت لمباشرة البيع والشراء بنفسه، فيحتاج إلى وسيط. وأيضا هناك آخرون يقطنون بعيدا، كما في فصل الصيف الآن نجد هناك الجالية المغربية المقيمة بالخارج تريد أن تبيع وتشتري ولا يكونون في عين المكان، فينتدبون الوسيط التجاري المسمى بالسمسار لكي يقوم بالعملية. وهذا السمسار هو اللي كيتعرف عند الناس بالدلال، لأنه يدل المشتري على السلعة ويدل البائع على الأثمان، وكيدخل بيناتهم بخيط أبيض وكيسوي الأمور. من هذا الجانب كتكون السمسارة عمل شرعي نافع للبائع وللمشتري وللجميع. لكن أين تكمن مسألة الخلاف؟ تكمن في قضية العمولة في الثمن. العمولة التي تدفع للسمسار مقابل عمل قام به. طبعا هذه العمولة هي جائزة ما دامت السلعة أو فيما معناها حلال. السلعة حلال، إما عقار إما بضاعة، ما دامت هي حلال فالعمل كله حلال.
والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، إلا أن المشكل يقع في تحديد العمولة، ليس العمولة في حد ذاتها هي مباحة. فهذه العمولة نسمع بين الفينة والأخرى أن بعض السماصرة هناك من عندهم نزاهة وعندهم إنصاف وعندهم حق ويأخذون حقهم بالتراضي، وكتتم العملية بالفرحة وبالسرور وبالعناق وبالسلام. وكين ربما صنف آخر ربما يستعمل نوع من الطمع والجشع وربما الابتزاز، وهنا يقع النزاع. تحديد العمولة هي أمر يخضع للاتفاق بين السمسار وبين من كلفه بالبيع والشراء، ممكن يوقع الاتفاق. طبعا ليس هناك مقدار محدد شرعا، الشريعة الإسلامية وحتى القانون لم يضع لنا واحد مقدار محدد، خلى الأمور فيما بيناتهم. وفي الدارجة كنقولوا الله يجعل الغفلة ما بين البيع والشاري، هذا كلام متداول بين الناس، لكنه غالبا ما يفضي إلى نزاع ويفضي إلى خصام، وخصوصا في هذه الظرفية، ظرفية فصل الصيف اللي كيوقع فيها غبن وابتزاز لبعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. الشريعة الإسلامية لم تحدد قدرا، ولكن شرطت علينا أن نبتعد عن التدليس ونبتعد عن الغرر ونبتعد عن الزيادات المبالغ فيها. لهذا أهل الخبرة يقولوا لابد أن تكون الأجرة ديال السمسار في الأول معلومة حتى لا يقع نزاع. يقول سأعطيك قدر وكذا وكذا من الدراهم ويقتنع بها، أو ربما يقدر يقول لي عندك واحد نسبة مئوية، مثلا يقول لي بيع لي واحد بقعة أرضية ولا عقار ولك 1%، 1% من ثمن الإجمالي مقابل سعيك وسمسرتك. من غير يسمع هو 1% عنده واحد نسبة مئوية، طبعا سوف يجتهد في أن يرفع الثمن لأنه سوف يستفيد أكثر، وكتكون نسبة هكذا 1% 2%. لكن البعض يقول بأن هناك بعض السماصرة كيفرضوا عليهم واحد القدر أكبر من هذا، أكبر من هذا قد يكون فيه ملايين كثيرة. هنا كتدخل الشريعة الإسلامية باش تنظم العلاقة ما بين البائع والمشتري والسمسار، وتوصي الجميع بتقوى الله في الأعمال، بأن يبتعد عن التغرير والتدليس والغش حتى يكون الكسب حلال طيب. رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، وعلى السمسار أنه يكون قصده حسن، قصده هو أنه تم هذه البيعة وهذه الصفقة وتكون المصلحة للجميع، للبائع من جهة للمشتري من جهة، وحتى هو يستفد طريف ديال الخبز حلال لوليدته، وأن لا يخدع الناس في المعاملة، لأن هناك ربما من يشتكي قد يزين لهم شراء السلعة والبضاعة بأكثر من أسعارها الحقيقية، أو قد يبيعها بأقل من سعرها الحقيقي، وقد يزين للبائع أن يبيع البضاعة بأبخس الأثمان وغير ذلك، يعني قد يميل إلى هذه الكفة دون الكفة الأخرى. هذا الفقهاء قال لك هذا غير جائز، لأن فيه إلحاق الضرر بالناس، وفي ديننا القاعدة الفقهية الأصولية لا ضرر ولا ضرار. نثير هذا الموضوع ونريد أن نفتح فيه النقاش والحوار معكم، لأننا في فترة الصيف كتكتر البيع والشراء وكتكتر الصفقات، وهنا كتوقع السمسرة كتكون مهمة للغاية، دورها مهم لا يمكن نفيه، إلا أن بعض المواطنين كنسمعهم يشتكون من بعض الوسطاء، بعض السماصرة يقولوا بأنهم ربما يغالون في الثمن أو يطالبونهم بالأتعاب والعمولة أكثر مما كانوا يظنون، وهذا ربما يقول بأنهم يتعرضون للجشع، بل منهم من يتعرض للمضايقات والتهديد، حتى إن منهم من يطالب
جمعيات حماية المستهلك أنها تتدخل من أجل الحماية، خصوصا إذا تعلق الأمر باقتناء عقار أو كراء شقة أو بيع أرض أو غيرها. هناك يبقى المشكل ديال النزاهة وديال الطمع. المفروض أن واحد الحرفة كنقوم بها كلما تحريت فيها الحلال وتحريت فيها النزاهة والحق والصدق، الله تعالى يبارك في هذا العمل. لكن إذا اقترن هذا العمل بالطمع هذا خطر. الطمع يمحق البركة، الطمع كيخلي النفس كتشعر دوما بحالة الفقر الدائم، وهذا نهى عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كان واحد الرجل صحابي اسمه حكيم ابن حزام، كان كيحب المال وما يقنعش، كيبغي ويعاود يطلب المزيد، هل من مزيد؟ كيحكي عن نفسه أنه قال: سألت رسول الله فأعطاني، ثم سألته فأعطاني مرة ثانية، ثم سألته فأعطاني للمرة الثالثة، وقال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع. حذره، هذا صحابي وكان يحب المال حبا جما، دائما هل من مزيد، إذا باع وإذا اشترى دائما كيطلب هو أكثر من حقه، وإذا كانت هناك قسمة بين الناس كيطلب هو يكون هو الأول. فسيدنا النبي وصى بهذا الكلام، هو رواه لنا، قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ولو غير قليل ربي غادي يبارك، ومن أخذه بإشراف نفس، يعني بطنه كبيرة ورغبة في الاستحواذ كثيرة، لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، غيبقى يجمع يجمع وعمره ما غيشبع. لهذا الناس الحكماء أيام زمان قالوا بأن العبيد ثلاثة: هناك عبد رق، وهناك عبد شهوة، وعبد طمع. عبد الرق هو ذاك العبيد اللي كانوا نظام العبودية، وعبد شهوة إنسان حر لكنه يضعف أمام شهوته، إما يرى النساء ويسيل لعابه، وإما أنه يرى الخمر وتحمر وجنته، وإما يحب الشهوة واللذة. وهناك عبد الطمع، يحب المال حبا جما، ملي يلقى المال ما كيعرف حتى واحد وما يعقل لا حتى واحد، باغي المال، هذا كتسمى الطمع. وأخطر منه الجشع. الجشع هو عمل دميم والسلوك سيء، والآثار ديالو مدمرة على صاحبه، كتجلب لي السمعة السيئة وكتعطيه وصمة العار بين الناس، كيفقد حتى ديك السمة والسمعة التجارية. هذا الجشع إذا استحوذ على الإنسان ضره وآداه ورمى به في الهاوية والعياذ بالله. لكن هناك أكثر من الطمع والجشع، وهو الابتزاز. ما هو الابتزاز؟ هو حينما يقوم الشخص بالتهديد، يهدد الآخر بأن يشتكيه إلى المحاكم، أو يشتكيه إلى الشرطة، أو أنه يكشف عنه معلومات معينة. المهم الابتزاز غرضه التهديد بإلحاق الأذى، وكيهدد الآخر بأنه إذا لم يستجب إلى طلباته فسوف يهدده بكذا وكذا. هنا نستحضر كلام الخالق لما نهى عن أكل أموال الناس بالباطل وابتزازهم بأنك سوف تشتكيهم إلى كذا وكذا وتفعل بهم كذا وكذا، قال فيهم المولى عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي لا ينازع أحدكم أخاه في المال وهو يعلم بأنه قضيته باطلة، ثم يهدده بأن يرفع المسألة إلى المحكمة
إلى القاضي ليحكم له وينتزع منه حقه بشهادة باطلة أو بينة كاذبة. هذا نهي خطير. لعلكم أيها الأحباب الكرام تعرضتم لشيء من هذا الطمع والجشع والابتزاز، أو رأيتم من هو ولله الحمد كان على الاستقامة والنزاهة والصدق والقناعة ولو بما تيسر ربنا يبارك له فيه. ربما نستمع إلى آرائكم، نستمع إلى تجاربكم في الحياة، ونثير هذا الموضوع بشأن سمعنا شكايات وتظلمات كثيرة لبعض الأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، اللي إما أنهم يباشرون البيع مباشرة مع الوسطاء، وإما يكلفون غيرهم وهم خارج أرض الوطن أحد أفراد أسرتهم، وإما أن تكون البائعة امرأة. إذا كانت البائعة امرأة من النساء يقع عليها التعنيف ويقع عليها الابتزاز، وهذا ربما فيه ضرر للناس وإفساد للعمل التجارية وظلم للمجتمع. أرقامنا مفتوحة في وجه الجميع لمن أراد المشاركة، وهي 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. نبقى مع هذا الفاصل ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.